كنتش أتمنى تفتكري أجمل ليلة في العمر كده. تكلمش بقى عشان ما تتعبش. بتفكريني بأمي لما كانت بتلبسني هدوم المدرسة. أيوة وأنا فعلا أمك وأختك لحد ما تخاف. اسند بقى عليا. أنا تمام. كويس يا عزة، صدقيني مش محتاج تسندي. لا محتاج. الدكتور قال ممنوع تعمل أي مجهود لحد ما ربنا يتمم شفاك إن شاء الله. شكلك كنت مبسوطة إنك خلصتي مني الكام يوم دول. أنا طالع لحد فوق وإنت ما تتعتعش من هنا. سلامة سلامة. عماد رجع من المستشفى. انت فين طول النهار يا سعيد؟ انت جبت عماد من بدري. انا كنت بجيب شويه حاجات كده عواطف. يا اخويا ما كفايه مصاريف. الله، ده انت في الفرح كنت ترمي الفلوس كده وانا قلبي يقع وراها وكلكم والمستشفى كوم لوحدها. يا ست يا دي فلوس. الفلوس الحقيقه هناك في اسكندريه. يا اخويا انت كنت بجيب حاجه ليكي. ان شاء الله يخليك عمر، ما افرح بيك يا رب. جبت ايه وريك؟ ايه رايك؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده ايه؟ يعني ايه؟ حاجه زي ما تقولي كده عده شغل. واعمل بيه ايه ده؟ تعملي بيه ايه؟ ايه ده عايز كلام يا عاطف؟ تلبسيه طبعا. اخص عليك يا سعيد. ايه؟ اخص عليك. ايه؟ ده انا عشت عمري كله عمري ما لبست حاجه زي دي. هو انا عملت حاجه غلط يا عاطف ولا ايه؟ ده بني. بني؟ بني ولا اخضر؟ عيب كده، ده اختك الكبيره. ايه ده؟ خش عاطف، خش قيسي. لا يا راجل انت عيب كده اختيش. انت يا شيخ خش قيسي بس. ايه وبعد ما قيسه ده؟ قيسيه بس، قيسيه. ايه ده الناس هتشوفني بيه ده؟ يا ست قيسيه. خبر اسود. ايه ده؟ ما لو كنت صرختها بالجزم. يا عمده العشاء يا عمده. ايوه انا جاي اهو. بقول لك ايه، الستاره دي مش نافعه، الحمام لازم يركب له باب. معلش يا عز، اصل كل حاجه جت بلهوجه. ايه ده؟ ده غدا ولا عشاء؟ ده الاكل اللي انت ما اكلتوش. حله الزقر. حله ايه يا اختي؟ الزقر، اكل العريس يعني. هي تاكل هنا ولا على السرير؟ لا 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 لا، انا تعبت من السرير، خلينا هنا. بس الحاجات دي تقيله قوي على العشاء، كان كفايه حته جبنه. نعم، حتة الجبنة ده ايه؟ انت لازم تخلص الاكل ده كله، امي هتيجي بكرة ولازم تلاقيه خلصان. خد بقى الحتة دي من ايدي. يا عزة! ايه ده؟ ده صوت سلام. ده اتجنن في عقله ولا ايه؟ ربنا يلطف بيه. انا نازل. لا والنبي خليك، ما انت نازل. ده بينادي عليكي في وسط الحارة. معلش يا عزة! النبي اللي تقعد تكمل اكل. سيبيني فيا كده ليه يا عزة؟ يا ابني حرام عليك، انا مش قد المهابره. يا عزة تعالى تعالى، بلاش فضايح يا ابني، تعالى. يا عزة رد عليا. يا سلامه، ما تعملش نفسك كده يا سلامه، بس تعالى تعالى معايا يا اخويا. يا عزة صلي على النبي بقى يا سلامه. لا اله الا الله. انا زهقت منك، انا ما بقتش عيل صغير هتضربيه على ظهر ايده وتقولي له كده كخ. هو انا غلطت يا ابني لما بقول لك اسهر معانا انا واختك نتفرج على التلفزيون؟ غلطتي عشان فاكره انك ممكن تتحكمي فيا. يا ابراهيم ماما ما تقصدش، ماما قصدها ان احنا نقعد مع بعض، احنا ما بقيناش نشوفك. مبدئيا انت خليكي في حالك. خلاص يا ابني سيب الهدوم دي واعمل اللي انت عاوز تعمله. همشي يعني همشي. يعني يرضيك يا ابني تسيبني انا واختك الولايه قاعدين لوحدينا وانت تقعد لوحدك؟ اذا كان ده يرضيك انا ما اقدرش. اعمل اللي انت عاوزه، ولو رجعتك في حاجة ابقى مش زي ما انت عاوز. مين اللي بره؟ أنا حرامي يا عواطف. هيكون مين؟ سعيد. أنت جريت ورحت على فين كده؟ أبداً، الواد سلامة باين عليه مخه سافر، واقف للبت عزة في قلب الحارة وعمال يندع عليه. غلبان ربنا يلطف بيه وبينا. ربنا يلطف بيه أنا. إيه اللي أنت عاملاه ده يا عواطف؟ يا سعيد لبس زي ما انت قلت لي، بس بصراحه انا مش فاهم ازاي الستات بيمشوا بالمسخره دي في الشارع. مسخره مسخره طبعا. ايه ده، انت عندك روماتيزم ولا ايه يا عواطف؟ وايه البنطلون انت لابساه ده؟ والقنطه على التيير يا عواطف. ايه ده،
اوعى تكون فاهم انا هخرج من غير التربيعه بتاعتش. لا تربيعه ولا تدويره، انا عايز اعملي كهانم. انت لو تفهمني انت عاوزني في ايه بدل ما انا زي الاطرش في الزفه كده. انا انصب السيرك عواطف، من غير كده الفلوس مش هتيجي معايا. مش الخير هيعم على الكل؟ الخير هيعم على الكل، وساعتها الفقر مش هيوصل لنا على عواطف حتى لو ركب صاروخ. يا سعيد الفقر عشري، ما يسيبش اللي يحبهم بالساهل. انت اللي احنا هنا عواطف وهو قافش في دي جلابيتك. اسمعي كلامي وارمي له الجلابيه وخليكي في التايه احسن. هاي مساء الخير، ازيك يا حاجه جليله؟ قوم البس يا سلام عشان ما نتاخرش على الناس. هنروح فين يابا؟ مش احنا متفقين مع عمك ابو حميد هنزورهم النهارده بعد المغرب؟ ماشي. طب يلا قوم البس. حاضر يابا. من بكره الصبح لازم نبقى في اسكندريه يا عماد. اتكل انت على الله وانا يوم ولا اتنين وهبقى حصلك. لا يا اخويا ما ياكلش معايا، ولا انت تعمل لي فيها عريس وتانتخ كالعاده. يا شيخ روح اتنايل، هو انا عارف اقبع عريس؟ اصبر بس لحد ما الجرح يلم وهبقى اجي معاك. ما ينفعش يا عماد، الحكايه كده هتبقى مننا، اي تاخير او لكاعه الدنيا هتبوظ. والله حلوه الشقه، ظبطت بعد ما توضبت. بتعيرني يا سعيد عشان مسلفني قرشين؟ ما انا يوم وقفت جنبك وساعدتك. يا عم خلاص مش هنسيح لبعض، وان كان عليك انت وعروستك اخد لكم شقه جنب في اسكندريه، وهو يبقى شغل جنب شهر عسل. السلام عليكم. اهلا اهلا اهلا. اهلا وسهلا يا سعيد. ازيك يا عروس؟ الحمد لله. ما كنتش عارف ان الجواز بيحل كده. جواز ايه؟ الله يخرب بيتك يا سلامه. ربنا يخليك، ده من ذوقك. بجد انا مش عارف ارد لك الجميل ده ازاي، انا هفضل مديونه لك طول عمري. ايه يا عزه، انت اختي وعماد اخويا، وبعدين يا ست ما تقلقيش، قريب قوي هتردي لي الجميل ونبقى خالصين. روح عزه هات الشاي والكحك. ثواني معلش، كنت بغير هدوم. انت حلال والله. هو انت الجرح تعبك قوي عمده؟ يا رزالتك يا اخي. وبعدين تعالى قول لي هنا. انت عايز عزه ترد لك الجميل ازاي؟ انت ناوي على ايه يا سعيد؟ كله في وقته عريس. اول الطلب يوم الخميس تروح عقدك كده وعارف. سبحان الله، عشان تعرف بس ان انا في حاجه لربنا. انا كنت رايح لك لقيتك هنا اهو. سبحان الله. عامل ايه يا سعيد؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله يا زرع. انت قاعد لوحدك؟ لا. طب ممكن اقعد معاكو؟ عايز تقعد تقعد ساكت. حاضر. المهم والمصحف كنت غيرك وحسن يا سعيد، والله حركه مظلمه من غيرك. انت عارف وانت مسافر انا كنت كل يوم اروح لعواطف اشوفها عايزه اكل، عايزه شرب، عايزه اسلك البلاعه، ما كنتش بسيبها خالص. انت عامل ايه؟ مالك شكلك متضايق؟ عيد. الحمد لله تمام. الحمد لله يا رب دايما. يا حسام هات شاي ليك لحد خليهم اتنين اتنين. انت عارف انا مستغرب الدنيا دي خالص. المنطقه عندنا هنا الناس مش لاقيه تاكل ومش لاقيه تشرب وعلى كده فرحانين. يمكن عصام متجوزين. بقول لك يا زلطه. ايه؟ وانت وانت صغير جات لك حمى ولحقوك؟ لا. طب ما وقعتش من البلكونه؟ لا. ولا حصلت لك حادثه افتكر؟ لا. طب انت ما فكرتش تكشف؟ لا ما انا كشفت. والدكتور قال لي علاجك ان انت تتجوز. بس هتجوز ازاي بقى يا عم؟ انا فقير مش هقدر اضيع غير لا اما واحده متطلقه لا اما ارمله. انا ما انت معاك فلوس على قلبك قد كده. هات من الاخر يا زلطه، عايز فلوس؟ عاوزه. اهو كلامك ده بقى اللي بيضايقني. طب طب وال10 دول؟ اهو بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يا ام الدين؟ اخر عباد ربنا سعيد وسعيد 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 وسعيد. الف مبروك يا سعيد. الف مبروك. الف 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 مبروك يا سعيد. والمصحف انا مش مصدق يا ابن الجزمه. الواد ده ملبوس ولا ايه؟ عملت بنت وبتعجل فيا زلطه، فهمني عايز تقول ايه؟ انت برضه مش عايزه تفهميني. بقول لك عرفوا لك الواد سعيد وهطلعه احسن من عبد الله 100 مره ومش هيروحوا السجن، وانا عايز كلنا فرحانين مع بعض. وانت تربيت عيالي ليه؟ انت مالك ومالهم؟ ما انا هبقى زي ابوهم. انا كلمت سعيد لما حط له يعني وهو موافق.
بعد اذنك يا زهره تديني المقشه اللي جنبك عشان ايدي مبلوله. عينيا بس عايزاها ليه؟ هنفض السجاده تنفيضه مكن. انت عايز تتجوزني يا زهره؟ اغرم في الماضي. انا قلت انك غبيه. ما انا لا ما انا لازم اعرف طبعك الاول. عم زك هعرفك طبعي. عايز تتجوزني يا واطي؟ ايه 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 اتقصيت في نظري عشان تساعد اسماعيل. خلاص سيبك انت. خلاص طب ومصعب ما انا متجوزه. انت تغلط. امشي بره. انت كمان بتحلف عليا؟ اتجوزتك حيه توشك من حباب عينيك. ادخل ادخل يا عريس. انت النهارده لازم تدخل الاول. ما يصحش يعني انت لسه برضه. يا تخش يا واد. ده ما ايه رايك يا سلامه في العروسه؟ بنت زي القمر. هي مسترجله شويه انما حلوه. حلوه. دي شبه عزة الخالق الناطق. عزة مين يا ابني؟ دي ما فيش فيها شبه منها خالص. يعني ايه؟ ما انا ازاي حسيت انها شبه عزة قوي كده؟ سيبك من عزة وخلينا في المهم. احنا نديهم فرصة كده قد شهر يجهزوا نفسهم وبعد كده نعمل الفرح ونفرح بيك. واتجوز عزة؟ سلامة عقلك يا سلامة يا ابني. احنا بنتكلم عن ظريفة. طب احنا هنحتاج لقرشين كده نجيب بيهم هدية. امسك يابا دي كل الفلوس اللي معايا خليهم معايا. انا مش عايز حاجه. بص على هدوم عز. عواطف عواطف ايه ده انت لسه ما جهزتيش الحاجه؟ حاجتي اللي اجهزها. انا استعبط؟ مش اتفقنا نقعد في اسكندريه؟ لا يا اخويا ما اتفقناش. احنا قلنا هنروح اسكندريه مش هنقعد في اسكندريه. وبعدين بصراحه انا ما اقدرش ابعد عن حتتي وناسي. يا سلام ليكي بقى هنا عشان تقعدي له. العيال ومدارسه. العيال في اجازه. ما هيروح المدرسه بعد الاجازه. يا ست يبقى ربنا فرجها وجبنا فلوسنا وبنينا البنزين وساعتها ندخله مدارس عدله. والنبي يا اخويا والنبي سيبني قاعده هنا وروح انت. ولما تعوزي تعالى خدني وانا بشرف امي حاجي معايا. انت هتمثلي يا عواطف؟ عايزاني يعني اقعد هناك لوحدي وافضل رايح جاي؟ ما انا كمان ما اقدرش اسيب بيتي وحتتي. اسكت. ايه؟ مش انا جالي عريس؟ بالراحه على الشبكه يا عماد. انت بتجر جاموسه مربوطه كويس لحسن تطير في السكه. يلا يا عواطف بقى بلاش لكاعه. بقفل الشقه. طب اركب. عماد هروح ابص على ابويا وامي يمكن يكونوا صاحيين. اوه استني يا عز ومش جم سلموا علينا امبارح؟ بس دي اول مره ابعد عنهم. يا سلام. ايه يا سعيد مالك عصبي كده ليه؟ كل اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني يا عماد. ما تخافش يا سعيد. يلا بينا. يلا. يلا يا عواطف بتبص على انت كمان. ببص على الحاره على عمري كله. خلاص ابراهيم عياره فلت ما بقاش يسمع كلام حد خالص. يرضيك يا ابن اخوه لما يرجع يلاقي حد ضربه بمطوه ولا واخد فلوسه. اسمحي لي بقى يا حاجه
الفلوس لازم ناخدها من ابراهيم. ودي هنطولها ازاي؟ ده طلع روحه ارحم من انه يرد الفلوس. انت مش قلت لي يا صلاح ان حماده غالي عليك؟ اه طبعا، ده فداني بروحه في عمليه من اروع العمليات. خلاص اعتبرنا نمك والبيت ده بيتك، يرزيك اخوك يضيع. طيب ما تقلقيش انا هتصرف. دلوقتي المحاميه مجهزه العقود، نعمل ايه؟ انا مش قلت لك ان ده بيتك؟ قولي تعالي امضي حمضي على طول، انا وحوريه، بس ابراهيم بقى منك له. اعتبر ابراهيم خلص. ايه؟ قصدي اعتبري موضوع ابراهيم خلص. خير يا استاذ ابراهيم. الفل. ممكن تيجي معانا؟ هاجي معاكم فين؟ انتوا هتعملوهم عليا ولا ايه؟ هتطلمت يالا؟ احنا تبع صلاح بيه. انتوا الاثنين؟ اه احنا الاثنين. طب ثانية واحدة بقى، انا اتكلم صلاح بيه. لا ما تكلمش صلاح بيه، هو مستنيك هناك، مفيش أي داعي. يلا هاتوا. طب حاسب الشك. طيب ماشي يا يالا. الله أكبر. أي. اخبار الدماغ ايه؟ حلوه يا عم. طب الدهاني؟ طب ليه كده؟ طيب احتياطات. عرف هنا، اقعد هنا يا زميلك. اقعد. انت جاي هنا ليه؟ ها؟ جاي هنا ليه؟ ما اعرفش. اعترف وقول لهم على كل حاجه. دول ديابه. ديابه سالني انا. طب يا باشا اعترف بايه؟ شكلك هتتعب فينا قوي. انت اسمك ايه؟ ابراهيم. فرج! ايه اللي بقى دول هنا؟ وسايبهم يتكلموا وانت واقف تتفرج عليهم؟ اصل خد الاولاني ده عند عصام بيه. اه يا فندم. والتاني يا فندم؟ التاني دخله التلاجة. لا انت راجع بقى. والتاني يا فندم؟ التاني على التلاجة. دول ديابة يا ابراهيم. ديابة يا ابراهيم. قوم معايا. قوم. اسمك؟ اسمك ابراهيم. انت لسه طالع مشوار طويل. يلا ملامحك، عينيك، شعرك. معلش هو خشن حبتين بقى، بس يلا. بحبك زي ما انت. كل الحاجة ما كانت طبيعية كانت أحلى. ده رأيك؟ أيوة طبعا. أنا صراحة بخاف أكون بحلم واصحى من الحلم ده ملقكش. بالراحة عليها شوية حورية، انت كده واخدة الموضوع على قلبك. حتى وانت بتتكلم كده بحبك. أنا عارفة أن تحت البدلة دي واد ابن بلد جدع ما تولدش في بقه معلقة ده. أنا بحبك قوي يا صلاح. مالك؟ كلامك بيخوفني. حاسس زي ما يكون ماشي على الحبل، خايف أغلط أي غلطة أسقط من نظرك. أنت عمرك ما هتسقط من نظري، عشان أنت بطل. يا ست أنا مش بطل ولا حاجة، أنا مجرد واحد بيعمل شغله. لو ينفع تاخد عيني تشوف بيها نفسك كنت هتحبها قوي. تبقى عيني ملونة بقى، ده أنا عدي. يا سلام لو افضل مغمضه كده واخر حاجه اشوفها هي ضحكتك دي. ما تيجي نشرب حاجه؟ لا مش عايزه. اعزمك على فنجان قهوه. لا اول مره اعرف انك بتتكسف قوي كده. في ضابط مخابرات بيتكسف؟ لا هو يعني مش كسوف، هو زي ما تقولي كده احراج يعني. مش معقوله برضو انت اللي عماله تتكلمي، المفروض انا عكسك اقول الكلام حلو مش انت. يا سيدي اللي حاسس حاجه يقولها،
مش لازم بقى ابقى عامله زي البنات بتوع زمان وجواهم مشاعر وكابتنها لما يا عيني هيموتوا من الحب. حورية اتجوزيني؟ ايه؟ اجي ازوركم انا واختي. انت انت بتتكلم جد؟ امال بهزر؟ تشرفوا في اي وقت. المفروض بقى نمشي دلوقتي عشان احنا عندنا مواعيد. انا استوى. مين ده اللي استوى؟ لا ده موضوع كده في الشغل ما ينفعش اقوله لك. يلا يلا يلا. بص يا باشا الشغلانه دي مش نافعه. دي كله يبقى ظابط وانا سول. انا عايز ابقى ظابط. عايز ابقى ظابط. ده مركز ما بوص ام الشغلانه. يا كلها باشا الزبون عامل ايه؟ يا باشا عمال يقوم ويقعد ومش على حامي ولا على بارد بقاله يجي ساعة. طب كفاية لحد كده خشوا انت. حاضر يا باشا. اتفضل يا بيه. انا عايز ابقى ظابط. ولا انت مين يالا وايه اللي جابك هنا؟ يا باشا انا ابراهيم اللي حضرتك اخدتني من قدام البيت. ايوه ايوه ايوه. انت يا زيف؟ انت ايه؟ اللي جاب الحمار ده هنا؟ اوامر كمال باشا يا باشا. طب يلا خدوا الاحوال عندك. حاضر تعالى يا فندم. حاضر. استنى بقى سيبه. اسيبه؟ اقعد يا استاذ ابراهيم تعال. حاضر. غور انت. حاضر. مش انت. حاضر. غور. انا. ايوه. حاضر. اللي اقول يا استاذ ابراهيم انت حبيبي مزعل الحاجة والدتك ليه؟ يا باشا والله العظيم ما مزعلها. ده هي بس واخده على خاطرها مني زي اي ام وابنها يعني. يا حبيبي هو انت مش عارف ان الجنه دي تحت اقدام الامهات؟ يا باشا عرفت والله بس حضرتك الحاجة بقى عايزانا اعمل. انت هتحكي لي قصه حياه امك؟ عندك حاجه من الاثنين؟ يا باشا انت فاهمني غلط. قصدك اني ما بفهمش؟ لا يا باشا فاهمني غلط غير ما بفهمش. شكلك مش مقدرني كويس يا استاذ ابراهيم. فرج انت محتاج اعاده تنشئه من الاول. يا باشا انا ما قصدت. خد الاستاذ ابراهيم وديه السلخانه وانا جاي له بعد 10 دقايق. مش معايا. يلا يلا مش معايا. ايه قول لك ايش؟ تعالى انا بقى خليك. قصتك ايه؟ اسمي فرج. يا فرج كلنا من زيكم. معلش هتعملوا فيا ايه؟ ايه ده؟ هو قال لي اوديك فين؟ ها؟ قول لي بسرعه ده ينفخني ما بيرحمش. قال لي اوديك فين؟ قال لي اوديك الشفخانه ولا الثلاجه؟ السلخانة ولا التعليق؟ طب انت قول لي دول بيحصل فيهم ايه وانا اقول لك قال لي وديني فين. لا انت عايز اقول لك عليهم عشان تختار الهويله. هو التعليق. التعليق هوديك التعليق. لا على فكره وقال السلخانه. السلخانه بعد التعليق يا عبيد. يا عم ربنا يخليك. هو التعليق خلاص مش معانا. يا عم فرج انا ازاي يا ابني امشي. شوف يا حوده انت شاب محترم واهلك ناس طيبين من مصلحتك ومصلحة الوطن انك تعترف وانا هعملك شاهد منك. انا بريء يا باشا بريء. انت ايه؟ بريء. يبقى مش عايز تخلص. اه هتهرب يا باشا اقول لك والله حاجه يا باشا. اه جدع فرج. هاتوا لي الكلب التاني. فندم حرمت يا باشا والله العظيم حرمت. اسمك اسمك ابراهيم. بصراحة يا باشا والنبي حرام عليك والنبي حرام. قوم يا ابراهيم انت ايه اللي جابك هنا؟ هم اللي جابوني. ازاي تدخلوه هنا؟ ما تخافش يا ابراهيم اطلع استناني في مكتب السيد عصام وانا جاي لك. اسمع ابراهيم اللي شفته النهارده ابراهيم سري للغاية والناس دول اعداء الوطن. تعرف يعني ايه اعداء الوطن؟ لا يا باشا بس اعرف يعني ايه سري للغاية. يلا 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 يا فرج. ايدك تقيله قوي يا باشا. الله ما انت هادي 100 جنيه في الضرب يعني محصلك النهارده 400 جنيه وحش. رضا من عند ربنا بس نزلني بقى. نزلوه. ايه اللي جاب ده هنا تاني؟ اوامر السيد صلاح يا فندم. طب غور انت. حاضر. انت عملت ايه بالظبط؟ وايه اللي وقعك مع صلاح بيه؟ ده راجل ما بيرحمش. معقوله كده؟ ده كلام يا سيد عصام. ايه اللي نزل ابراهيم التعليق؟ يا باشا والله مش غلطتي انا قلت يروح السلخانه. سلخانه؟ ده كبير الحضانه. انت عارف ده اخو مين؟ ده ابراهيم اخو السيد حماده؟ بالظبط كده.
يا استاذ ابراهيم يعني اللي ما يعرفك يجهلك، احنا اسفين ثواني ويكون الليمون عندك. خلاص يا سيد عصام مفيش داعي، انا هاخد اروحها. انتوا سيبتوا ركب الراجل. يلا يا ابراهيم. من الحق عملت ايه في 313؟ للاسف يا فندم 313 في طريق العوده حصلت مشاكل كبيره اكبر من طاقتنا يا فندم، فاضطرينا ندخل بداله 315 و405. 405 يا فندم اترحل لبعد بكره، فاضطرينا غصب عننا برضو يبقى في 350 بداله. يعني لينا كرموني؟ ايه لينا كرموني؟ استنى يا ابراهيم. كانت قرصة ودن بس. طبعا انت محدش كلمك ولا حد لمسك ولا حد مد ايده عليك، صح؟ صح. ليه مالك يا ابراهيم؟ انت عامل زي البغبغان ليه عمال تردد الكلام ورايا؟ بصراحه انا عايز اروح الحمام. محدش كلمك ومحدش لمسك ومحدش مد ايده عليك لانك اخو حماده يا ابراهيم. لازم تكون فاهم كده كويس يا باشا. فاهم كده كويس. اللي حصل ده مش قرصة ودن، اللي حصل ده قطع لي الخلف. والله ما دي اقل حاجه عندنا. ها هنعمل ايه المره الجايه بقى؟ بطل شمال شمال، يمين يمين يا باشا، يمين يمين يا باشا. افتح الدار اللي قدامك يا ابراهيم. الكونسول يا باشا. مد ايدك يا ايمن، خد لك موزه وتفاحه. الفلوس يا ابراهيم، الفلوس اللي معاك تجيبها. الفلوس دي مش بتاعتك وانت عمال تبعتر فيها يمين وشمال. يا باشا بصراحه انا مش عارف اتكلم دلوقتي، سيبنا اخش الحمام وبعدين نتكلم. ازيك يا صلاح بيه؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا استاذ صديق؟ اهلا. ازيك يا حاج؟ اهلا. ازيك يا نسا حريه؟ اهلا. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ اهلا اهلا اهلا. ازي حضرتك؟ اتفضلوا. شكلها صغير بس مكتبك كبير، لازم شاطره. ميرسي يا حاج. اتفضل اتفضل. هو انت حقوق اسكندريه؟ دفعة كام؟ ليه السؤال؟ يعني بشبه عليك. هو بالنسبة للعقود يا متر جاهزة؟ ايوه طبعا يا استاذ صلاح، بس للأسف بقى فيش حد في المكتب علشان يجيب لكم حاجة تشربوها، وده بناء على طلبك. مش كده أفضل؟ داري على شمعتك تقيد ولا ايه يا أنسة حرية؟ اللي تشوفه يا صلاح بيه. ادي كشف تحديد المساحة والعقد المسجل اللي أنا شاري بيه. ها فلوسكوا جاهزة؟ 500,000 جنيه والباقي عند التسجيل. اديهم انت بايديك الحلوه بقى يا استاذه. شكله بيبصبص لعزه. بقول ايه يا استاذه، مش نمضي العقود بقى؟ صحيح، ضربه مرزبه ولا ميت ضربه شاكوش. مبروك اول فلوس ترجع لك يا برنس. انا شاطره مش كده؟ لسه المشوار طويل يا عزه، ما رجعناش اكتر من ربع فلوسنا. طب ايه؟ ايه؟ مش هتدي لكل واحد نفحة عشان نعرف نكمل المشوار؟ ادي كل واحد ايه؟ نفحة. كل واحد خد نفحته في الاول يا اخويا ولا نسيت؟ الفلوس دي بقى ما حدش يبصلي فيها، هجيب بيها الارض وابني البنزينة. نعم، ده طبعا نزلت الواد ولا سألته، ده كفاية يعني اللي اتدب فيها رصاصة. خلاص، نعتبر اللي خدتيه عربون، والباقي لما نكمل المشوار ونرجع الفلوس. نرجع يا سعيد، كفاية عزة لحد كده. بيتهيألي ان احنا لسه هنحتاجها يا عماد. مبروك، احنا بقينا عصابه. اهلا 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 بالغاليه. ام الغاليه ده انت الغاليه واخت الغالي. اهلا يا عروستنا. اهلا. زي حضرتك. اتفضلوا اتفضلوا نقعد في الصالون. يا ريت. اتفضلوا. اسندني، مش قادر امشي من الخبرين اللي في رجلي. بس بس الله يخرب بيتك هتفضحيني. بلاش فضايح. اتفضلي يا سوسه. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ده احنا زرنا النادي. اتفضلوا اتفضلوا. ده ايه النور ده كله؟ يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. ما شاء الله، والله صلاح ما كانش بيكذب لما حكى لي على جمالك يا حوريه.
اصل سوسن اختي بقى من كتر ما بتكلم عنك كان نفسها تشوفك. والله وانا كمان كان نفسي اشوفك قوي. القلوب عند بعضيها يا حبيبتي. ان شاء الله يخليكوا يا رب. يا اهلا وسهلا. بسرعه الشاي والجاتوه. ملوش لزوم عندنا كتير يا اختي. لا اصلا يعني اصلا ما فيش تكليف بقى. يعني طبعا يا اخويا اهلا ونص كمان. ان شاء الله انا واختك سوسن هنبقى اصحاب. لو في نصيب ان شاء الله نبقى اصحاب. احنا اصحاب واهل من غير اي حاجه. امال فين ابراهيم؟ خرج يا اخويا من الصبح بيقول عنده مشاوير بس زمانه جاي. عنده مشاوير. ربنا يوفقه. الصراحه انا مش عارفه ليه جيت قابلتك. بس انا عارف عشان انت معجبه بيا. ايه غرور ده؟ ده مش غرور، دي ثقه في النفس. طول عمري كل البنات بتوقع فيا. انا كده هقلق منك. انت عايز تخوفني ولا ايه؟ كل البنات بتوقع فيا بس انا ما بقعش في حد. يا راجل انت عايزه الصراحه؟ ايوه طبعا الصراحه ما فيش احسن منه. انا ماليش حظ مع البنات. طول عمري كان نفسي احب واتحب ويبقى لي الموزه بتاعتي زي بقيه الشباب. بس كل واحده كانت بتعرف ظروفي كانت بتحط ديلها في اسنانها وتجري. بس انت ظروفك كويسه اليومين دول. بس قبل كده كنا في الحضيض. حضيض ايه؟ كنا اندر جراوند. مش غريبه قوي انك تقولي الكلام ده من اول مره؟ بصراحه يعني انا كنت داخل اثبت وارسم وكده بس غيرت رايي. مش عارف ليه. امال الفلوس اللي عندك دي كلها منين؟ دي يا ست فلوس اخويا حماده اللي كنا بنشتري له الارض. ساعات بحلم انه هيرجع وياخد كل حاجه وانا ارجع زي الاول. انا بقولك كده ليه؟ شكلي كده ارتحت لك. انا كمان ارتحت لك. بجد؟ استغرب ليه؟ عشان مش عارف اتكلم مع حد. محدش فاهمني ولا انا كمان فاهم نفسي. بحلم اعمل حاجات كتير قوي ما بعملش اي حاجه. حتى بعد ما الفلوس دي جت بصرف وبشتري حاجات حتى لو مش محتاجها وبرده مش مبسوط. يمكن اصحابي بيبقوا مبسوطين اكتر مني لما بصرف عليهم. طب وليه بتصرف عليهم؟ عشان في الاول هم كان معاهم وانا معيش فكانوا بيتنططوا عليا ويزلوني. دلوقتي انا بصرف عليهم عشان اتنطط عليهم. ببقى فرحان قوي وانا حاسس انهم طمعانين فيا. انت بجد بني ادم غريب قوي. بس من جواك طيب ولا حتى دي؟ انا من جوايا مش طيب. ما تقولش على نفسك كده. انا عارف روحي. مش انا معايا فلوس بس ضايع. بجد عجبني صراحه عشان اول مره اتكلم مع حد بصراحه وصرح فعلا باللي جوايا. انا لازم استاذن بقى مش اتاخرت قوي. بس انا ملحقتش اتكلم معاكي وما عزمتكيش على حاجه. لا يا عم لحسن تقول كمان اللي انا طمعانه فيه. الوقفه في الشارع دي شكلها وحش. هو ايه اللي موقفه بيها في الحته دي؟ ايه في ايه؟ ايه ده يا عماد بقى؟ اهدى. ايه يا عم دي مراتي اللي على ابو الفلوس. يو يعني هما بيعملوا ايه؟ ما بيتكلموا يا اخي وخلاص. النار قايده في جتتي يا سعيد مش قادر. اتقل بس. ايه 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 ممكن نمشي بقى؟ حرام عليك انا ما صدقت لقيتك. لما مشيتش حالا هنزل من العربيه. الوضع كده شكله مش كويس وانا ابتديت اخاف. في حاجة؟ مباحث الآداب يا مؤدب. بطاقتك وبطاقة الأمور أنا معاك. رايح فين بس يا عماد؟ استنى إيه تاني يا سعيد دي مراتي؟ مروحك مش هيحل حاجة ده يعقد الموضوع أكتر. يا أخي على الأقل تحس إن أنا واقف جنبها. يا جدع أنا هتصرف وهي حاسة. ما تقلقش الموضوع بسيط صدقني. ما بكرهش حاجة في حياتي قد قلة الأدب. وأنتوا قلات الأدب. وأنا بقى مش هتهتني العربية الجامدة أوي بتاعتك دي ولا أمكل بيه ولا جدك الباشا. سعادتك إحنا كنا قاعدين بنتكلم ما عملناش حاجة غلط. يعني أنت عايز تفهمني إن أنت واخد الموزة في حتة ضلمة بتاخد عليها العهود؟ طب ما كنت خدتها في حتة نور. سعادتك أنا مش مزنوق أروح حتة نور، أنا كنت قاعد بتكلم معاها وما عملتش حاجة غلط. الواد ده كان بيعمل معاك إيه في الضلمة بت؟ والله العظيم ما عمل حاجة. أنت هتحرقتيلي من أولها؟ ما تستعجليش. العياط جاي. ده انت بتعطيك القاهرة. هو ده عنوانك؟ ايوه حضرتك. يا مين؟ عمر فندم. خد البطاقتين دول استعلم لي عليهم. حاضر فندم. عايزين نعرف الموزة بتسرح فين؟ ما قلتليش يا سعادة الباشا. ابن حلال مين بقى اللي دلك عليا؟
ولاد الحلال كتير يا عم ثروت، والمصلحه بتاعتنا دي في الانسانيات وربنا اللي يعلم. خلينا بقى في المهمه. تحت امرك يا سعاده بيه. ما تحبش تكسب 5 ورقات كل حته ب100؟ محدش يقول للرزق لا. طيب انا عايزك تسحب لي الخط بتاع سكرتير المحافظ، اعمل منه مكالمه يعني. ده كلام كبير قوي يا سعاده البيه. يا عم ثروت احنا هنخاف من اولها. اخاف؟ اخاف ايه؟ ده انا قلب حديد. لو انت عايز خط الريس اسحبهولك، بس كله بتمنه. هنحتاجه ده بس بعدين. المهم دلوقتي عايزك تسحب لي خط سكرتير المحافظ وتطلب مدير الامن. العادي ولا الساخن؟ هنخش بقى على الساخن. تحت امرك يا سعاده البيه. يا ماما استني بس اكلم صلاح اخليه يجي معاك. انت اتخبطتي في نفخك يا دي البيت. صلاح ده مش متقدم للجواز منك؟ اول خروجه يروح يطلع اخوك من الاقسام يقول علينا ناس شكلنا ايه؟ نقابله بانهي وش؟ يا ماما يعني هنسيب ابراهيم كده يعني؟ ما انا واخده المحامي ورايحه له هم نشوف الحكايه ايه. يا ماما ده كان بيكلمني وكان بيعيط وكان خايف جدا. لو بالدموع كانت دموعي عدلت حاله، ربنا يجيب العواقب سليمه. اهو المحامي اهو. تصدق يا دي البت انا حاسه ان فركشه جوازك هتبقى على ايدينا اخوكي. ايوه يا باشا يا فندم، دي بنت راجل مهم عندنا جدا وبيسندنا في الانتخابات طبعا، والراجل من صباحيه ربنا من ساعه ما البنت اتمسكت ما بطلش زن. هي اسمها عزه رجب الدرديري. ايوه يعني اعتبر الموضوع خلص سيادتك. اه طبعا. لا ما هو موضوع تافه ما كانش ينفع افتحه مع سياده المحافظ او معالي الوزير، قلت يعني اخلصه مع سيادتك. على فكره يا فندم، سيادة المحافظ بيحب حضرتك جدا ودايما يقول عليك انك راجل وطني ومخلص. يوصل 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 يا فندم. لا متشكرين جدا. طيب اتفضل اتفضل يا فندم اتفضل. مع السلامة. أنا هخليكي تقولي يا ريتك ياما ما جبتيني، أنا بكره قلة الأدب. اتفضل يا فندم. مع الباشا. انت عزه بنت الحاج رجب الدرديري؟ ايوه حضرتك. احنا اسفين يا بنتي على اللي حصل. معالي الباشا انا ماسكها متلبسه. عايز تقول حاجه يا حضره الضابط؟ معليك. في ايه يا حضره الضابط؟ سايبين ولاد الكلب ملايين الشوارع ورايحين تمسكوا ولاد الناس؟ هو ده اللي انا علمتهولك؟ انا تليفوني ما بطلش يرن من اول مساعد وزير الداخليه لغايه فوق. عارف اخر واحد كان بيكلمني مين؟ تمام عليك. اتفضلي يا بنتي، والده حضرتك مستنياكي بره. استني اعتذر لها يا حضره الضابط. معليك. زي ما قال لك سياده اللواء، اعتذر لها ولا حولك للتحقيق. انا اسف. اتفضلي يا بنتي مع سياده العميد. اتفضلي. طب وانا حضرتك؟ انت مين؟ انا سعادتك اللي كنت معاها. اه عايزه في حاجه يا حضره الضابط؟ ايوه معليك. هتعمل بيه ايه اذا كانت البنت اللي معاه مشيت؟ هو مش سعادتك اخدت البنت اللي انت عايزها؟ ده بقى انا عايزه.